الآن برنامج قطرة توعية برعاية جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. صباح الخير لكل اللي انضم إلنا وعم يسمعنا على برنامج قطرة توعية على هوا راديو أورينت اليوم السبت 29 آب. أهلا وسهلا فيكم. موعدنا معكم بيتجدد كل يوم سبت مثل هذا الوقت الساعة 11. رح أكون معكم بالإعداد والتقديم أنا ديما شلار وعلى الكنترول ملهم. صبح عليك يا ملهم. يا صباح الخير. بداية خلونا نسمع هاي الغنية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى فيه. هي من إنتاج جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية ومنرجع لكم. فريق أطفال من سوريا منحب بلدنا وأهلنا وبدنا نساعد الناس لنوقف انتشار كورونا. خليكم معنا شوفوا فريقنا كيف عم يكافح كورونا. صباح الخير مرة تانية ببرنامج قطرة توعية. برنامج قطرة توعية برعاية جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. وأكيد فيكن تشاركونا بموضوع الحلقة سواء بالتعليقات على الفيسبوك أو عن طريق إرسال الرسائل على الواتساب والأرقام اللي رح تظهر بعد شوي على الشاشة. طبعا بقطرة توعية أصوات الأطفال دائما حاضرة سواء عن طريق استطلاعات الرأي أو عن طريق المقابلات المباشرة اللي حتكون معهم هون بالاستديو أو عن طريق السكايب مثل اليوم. حيكون معنا
أحمد ورهف من الداخل السوري، وكمان بفقرة حكي من القلب حيكون ضيفي الأستاذ مصطفى الدج، المدير الميداني لمشروع المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة في جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. طب موضوع حلقتنا طبعا اليوم حيكون عن مصطلح المسافة الاجتماعية. شو هو تعريف مصطلح المسافة الاجتماعية، أو حتى ما يعرف بمسافة الأمان؟ شو تأثير هي المسافة الاجتماعية اللي مناخدها للحد من العدوى ولوقف انتشار الأمراض والفيروسات؟ يا ترى كيف عم نعلم أطفالنا الالتزام بالمسافة الاجتماعية؟ كيف عم نعلمهم ياخدوا مسافة هي الأمان؟ طبعا كل هذا الحكي رح نحكيه بالحلقة، لكن بعد الفاصل. من الخير أن لا يكون لديك عيوب، ولكن من الشر أيضاً أن لا يكون لديك تجارب. وفي برنامجنا تجارب شخصية سنكون في حوارات حية مع شخصيات سورية وعربية في مجالات وانتماءات مختلفة صنعت تجربتها الخاصة. أهلاً وسهلاً، مرحباً، وتحياتي لكل المستمعين والمستمعات في سوريا الحبيبة وسوريا العزيزة علينا جميعاً. فيني أقول لك على أخطر التجارب الشخصية لناس تانيين. ضوينا شجرة الميلاد، وأنا كان لي الشرف أني أنا رعيت إضاءة أول شجرة ميلاد بعد الأحداث، ما حدا كان يسترجي يعملها. تجارب شخصية، حوارات حية تستقرئ تجارب مشاهير السياسة والاقتصاد والفن والإعلام، حصرياً على راديو أورينت. صباح الخير عن جديد لكل اللي انضم لبرنامج قطر التوعية على هوا راديو أورينت. طبعا مع تفشي فيروس كورونا كان في كتير شغلات صعب تنفيذها، يمكن لأنه عم نلتزم فيها وبسلوك يومي بسلوك ساعي، حتى مثل موضوع غسيل الإيدين اللي حكينا عنه بوحدة من الحلقات كان صعب، والصعب فيه هو التكرار، الاستمرارية، إني ضل دائما متذكر. يعني كتير صعب إنك تحافظ على هذا السلوك المتكرر المستدام. بموضوعنا اليوم واللي هو شرط أساسي للوقاية من فيروس كورونا، للوقاية من الأمراض، هو الأصعب يمكن، المسافة الاجتماعية. ليش أصعب؟ لأنه صح بيعتمد علينا بشكل شخصي، لكن بالمقابل لضمان فعاليته هو دايما بيعتمد على الآخرين. مثال أو من الأمثلة الواضحة عن هذا الكلام هي إيطاليا كدولة، وخاصة ببداية تفشي الجائحة ازداد عدد الوفيات كتير، وللأسف كتير من كبار السن توفوا وفقدوا حياتهم بسبب الفيروس. واحد من الأسباب، واحد وليس كل الأسباب، هن مثلنا، يعني ما بيعرفوا يعملوا تباعد اجتماعي، ما بيعرفوا يعملوا مسافة اجتماعية. تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز أو فوكس نيوز قالت إنه انتشار المرض أو عزة انتشار المرض للترابط العائلي والثقافة اللي بتحدد طريقة الحياة الإيطالية، وقالت إنه وجود أسر متعددة من الأجيال تحت سقف واحد هو كان هذا السبب بانتشار فيروس كورونا واللي أدى لتفاقم تفشي الفيروس. على الطرف الثاني إذا بدنا مثال آخر، بألمانيا فضلا عن أنه النظام الصحي هو ممتاز والإجراءات الحاسمة اللي اتخذت من الحكومة، لكن العائلات فينا نوصفها أنها ما نمت ماسكة بهذا القدر مثلنا نحن شعوب الشرق الأوسط أو مثل إيطاليا اللي كنا عم نحكي عنها بعد شوي. يعني الشاب ما بيزور بيت جده بشكل متكرر مثل ما نحن منزور بيت جدنا بشكل متكرر. طبعا هذا أحد الأسباب اللي جعل الوفيات أقل بألمانيا 10 مرات عن إيطاليا. تخيلوا بس مجرد أنك أنت تعمل مسافة اجتماعية عدد الوفيات قل تقريبا ب10 مرات عن إيطاليا، وهذا الحكي بحسب تقارير منظمات صحية وشبكات إعلامية. طبعا مو بس، برجع بقول، مو بس المسافة الاجتماعية، أكيد في أسباب تانية، لكن هذا أحد الأسباب. بمجتمعنا نحن اليوم بدنا نحكي إنه شو فينا نعمل بهي الحالة، كيف فينا نتعامل مع الضيوف، مع الأقارب، مع الأهل،
وخاصة بموضوع المسافة الاجتماعية. اليوم رح نوضح شوي مفهوم المسافة الاجتماعية، قديه فينا نحنا نضل محافظين على هذا السلوك بغياب التزام الآخرين. يعني أنا ممكن يكون ملتزم لكن الآخر ممكن يكون ما عنده أدنى معيار من معايير الالتزام. كيف بدنا نتصرف بالمرافق العامة؟ كيف بده يكون سلوكنا؟ ممكن كمان نتطرق لتجهيز المرافق العامة. كيف ممكن نفرض مسافة أمان على الآخر؟ وأكتر شيء لازم نركز عليه إنه كيف نضمن استمرارية هذا السلوك وخاصة بأماكن ما بيلتزموا فيها الآخرين. كل هذا الحكي رح يكون معنا بفقراتنا المتنوعة، لكن هلأ خلونا نطلع فاصل. رحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج طبيب على الخط المباشر، برنامج طبي تفاعلي يناقش القضايا الطبية والنفسية مع أبرز الأطباء والاختصاصيين في مجال الصحة. بحلقة اليوم رح نناقش المشكلة الصحية طبعا هي بيعاني منها كتير سواء البالغين وحتى أيضا الأطفال. الدكتورة صارت جاهزة معنا. مثل ما تفضلتي حضرتك بالبداية أنه فعلا مرض منتشر جدا وخاصة في وسط السيدات. طبيب على الخط المباشر حصريا على راديو أورينت. مرحبا من جديد وبصبحك اللي انضم لبرنامج قطر توعية على هوا راديو أورينت. وصلنا لفقرة لما بيحكوا الصغار. طبعا هاي الفقرة دائما بنقول انه نحنا رح نكسر القاعدة تبع انه لما بيحكوا الكبار الصغار بيسمعوا. بهاي الفقرة نحنا بدنا نسمع من الصغار ونفهم منهم عن مواضيع حلقاتنا، واليوم تحديدا موضوع حلقتنا عن المسافة الاجتماعية. ضيوف اليوم حيكونوا لأول مرة بالبرنامج من الداخل السوري البنوتي رهف وأحمد. رح نرحب فيهم. أهلا وسهلا فيكم يا رهف وأحمد. صباح الخير يا رهف. صباح الخير يا أحمد. صباح النور. كيفكن؟ الحمد لله. ايها هلا شفتكن. رهوف عارفيني بحالك؟ عارفين المستمعين بحالك؟ اسمك عمرك؟ رهف محسن ابراهيم عمري 11 سنة صف خامس. اهلا وسهلا. احمد عارفني بحالك؟ احمد فردوس البرهوم عمري 14 سنة صف السابع. اهلا وسهلا فيكم. نحن كثير مبسوطين فيكم اليوم انه موجودين معنا ببرنامج قطرة التوعية على هوا راديو أورينت. اليوم بدنا نحكي عن موضوع المسافة الاجتماعية، لكن مو بس انتوا الصغار الحلوين اللي رح نحكي معهم، نحن حكينا كمان مع صغار مثلكم وسجلنا اصوات عن موضوع المسافة الاجتماعية وعن شو بيساووا. رح نروح نسمع سوا انا وانتوا ونرجع نحكي ونكمل كلامنا، شو رايكم؟ موافقين؟ قولوا موافقين؟ أوكي يلا خلونا نسمع الاستطلاع ونرجع سوا. لا ما سمعتش من موضوع المسافة الاجتماعية من حد. عبترك بيني وبين رفيقتي بموضوع التباعد الاجتماعي خطوتين. بيني وبين رفيقتي عبترك أنا وياها ما ترين حد بعضنا. لا أبدأ قريب منه. ما عبترك مسافة ثمان أدم من رفيقتي من الكورونا. عبترك مسافة متر تباعد اجتماعي مسافة متر. عبعد عنهم هاي مشان احمي حالي من الكورونا. الكل عالم بعدي من بعض عشان ما ينصاب بالكورونا. مرض خطير ونصير منخسر ايدينا ونبعد عن العولي. السخونة والقحة والعطس. بدي يكون بعيد عني من هوني وهذا العجي مشي من الكورونا مترين. بيني وبين زميلي متر. بيني وبين رفيقتي متر. لازم يكون بين الواحد والزميل لازم يكون في بيناتهم متر. يا هلق وانا ما ابوس جدي ما ابوس جدي ومشان ما احد يهن هنا وبعد 5 متر.
وانا اشرب زرات ومشان الكورونا تروح مناحا وتموت. جديد رجعنا لكم بعد الاستطلاع. رهف وأحمد سمعتوا الاستطلاع ولا كان الصوت مو واضح كتير؟ سمعتوه؟ نعم. سألنا الأولاد الصغار عن إنه شو بتعرفوا عن المسافة الاجتماعية، قديه المسافة الاجتماعية، شو بتعملوا، شو بتتصرفوا لما بيكون في مسافة اجتماعية. بتعرف شو يعني مسافة اجتماعية يا أحمد؟ مسافة اجتماعية منخلي بيني وبين زميلي متر ونص على الأقل. ليش طيب بدك تخلي بينك وبين زميلك متر ونص على الأقل؟ أنت هلأ من جديد صرت تعرف إنه في شيء اسمه مسافة اجتماعية وفي شيء اسمه إنه لازم خليه متر ونص على الأقل، صح؟ نعم. طب ليش ليه عم نعمل نحنا مسافة اجتماعية بيننا وبين الناس؟ بتعرف يا أحمد؟ عشان ما يصيبنا الفيروس. فيروس شو؟ شو اسمه؟ فيروس كورونا. فيروس كورونا يا رهف. بتعرفي شو يعني مسافة اجتماعية، صح رهوف؟ نعم. كمان بتعملي مثل أحمد إنه مسافة متر ونص مثل ما قال لي هو؟ نعم. طب ليش ما كنتي تعمليها من أول مثلا ولا هلأ من جديد عم تعمليها؟ عشان ما نعدي من كورونا. عشان ما تنعدي من كورونا. هلأ هي المسافة يمكن ما بعرف صلحولي أنتو كمان بجوز بتعرفوا أكتر مني رهف وأحمد، مسافة الأمان بين شخصين هي لازم تكون تقريبا يعني في مسافة بيني وبينه مشان أنا ما أعدي إذا كنت مريضة، وإذا كان هو مريض هو ما ينعدى. هلأ بما أنه أنتوا بتعرفوا شو معناها وبما أنه ساعدتوني لحتى شرحتولي أنه مسافة في متر ونص، فحأسألكم أنا كيف يا أحمد بتقيس المسافة الاجتماعية؟ أنت عم تقلي متر ونص، كيف تعرف أنه هذا متر ونص؟ طيب يا أنس ما ضروري مثلا متر ونص، تقديرا بس مسافة بيني وبين زميلة. يعني أنت بتخليها مسافة واضحة بينك وبين زميلك مشان ما تقرب كتير عليه، صح؟ نعم. طيب رهف كيف تعرفي إنه هاي المسافة هي الصح للمسافة التبع المسافة الاجتماعية أو لتبعدي عن رفقاتك لحتى تحمي حالك وتحميهم؟ كيف تعرفي بتعديها بتحسبيها شو بتعملي؟ كمان تقديرا مثل أحمد؟ نعم. يعني بتقدري إنه بتطلعي هيك وتلاقي رفيقك مثلا أو رفيقتك بعيد شوي عنك، فأنتي خلص بتقولي هاي مسافة أمان صحيحة، ما هيك؟ ولا شو؟ قولي لي إيه أو لا. عم تسمعيني رهوفة؟ شو؟ أنت عم تسمعي؟ عم تسمعيني. طب ليكي انا رح خلي رح اسال احمد تمام وركزي معنا مشان انا وانت نرجع نحكي شوي. احمد انت هاي المسافه الاجتماعيه اللي عم تاخذها بينك وبين رفيقك تمام، انت عم تقدر تنفذها طول اليوم؟ يعني انت وين ما رحت وين ما جيت عم تحاول تعمل هاي المسافه الامان بينك وبين الناس وبين رفقاتك؟ نعم. ما عم تلاقي صعوبه طيب احيانا؟ عم تكون سهل؟ وين بتلاقي صعوبة أكتر؟ لما بيكون في جمعة. يعني وين هاي الجمعة بتكون؟ يعني حكي لي أكتر. تخيل حالك أنت في مرة بدك تعمل مسافة اجتماعية ولقيتها صعبة، وين كانت؟ وين كنت؟ كنت مثلا في السوق. وين حبيبي؟ بالأسواق. بالأسواق. وين كمان؟ بالمدارس. طيب شو بتعمل وقت انت بتروح وبتلاقي هيك كتير عجقة ومانك قدران تاخد مسافة اجتماعية؟ شو بتعمل؟ بتبتعد عنه. بتحاول تبعد، ما بتضل يعني بالمكان. نعم. بتكون اخد احتياطك وقت بتروح عالسوق. يعني نحن بنعرف هلا كورونا صار في شيء اسمه كمامة، صار في شيء اسمه مطهر او معقم ايدين كفوف، يعني ما بعرف انت شو بتعمل وقت بتروح عمكان؟ تلبس الكمامة؟ بلبس كمامة وفوف. وبتضل تغسل ايدك صح؟ ولا شو؟ نعم. طيب رهف انتي اذا بتعرفي انه هاي المسافة بينك وبين رفيقتك لازم تكون او بينك وبين اي حدا غريب لازم تكون متر ونص، يعني حدا مانو من بيتك من عيلتك، انتي وين عم تلاقي اكتر شي صعب انك تنفذي هاي المسافة الاجتماعية او تاخدي هاي مسافة الامان لتحمي حالك؟ وين أكتر محل صعب حبيبي؟ بالمدارس.
بالأسواق. كمان بالسوق؟ شو بتعملي طيب وقت بيكون في زحمة بالسوق؟ ببتعد عنه بس كمان الخوف عقب إيدي. بتعقمي إيديكي؟ طيب بتغسلي إيديكي بالمي والصابون؟ نعم. قديه بتضلي عم تغسلي إيديكي بالمي والصابون؟ شو هي المدة؟ يعني خلص انه حطيتي صابون على ايديكي، فركتي ايدك وغسلتيها فورا بالمي، ولا بتضلي عم تفركي بالصابون بالصابون؟ طيب بفرك اقل شيء 20 ثانية او 25. برافو عليك، يعني بتضلي 20 ثانية انت عم تغسلي ايديكي مشان تضمني انه اذا انت بعد عن الشخص، يعني في مسافة اصلا بينك وبين الشخص اللي هي متر او متر ونص مثل ما قلت لي يا احمد، بتحط الكمامة ولا خلاص انه انا بعيد عنه متر متر ونص فما في داعي احط الكمامة؟ شو بتعمل؟ لا للأحسن بحطها. بتحطها للكمامة دائما بتحطها. رهف شو بتعملي اذا انتي شايفة انه في مسافة امان مثلا؟ شو بتعملي؟ بحط الكمامة وبعقم ايدي. وبتعقمي ايديكي. برافو، يعني هذا جزء من شو؟ من الوقاية من فيروس كورونا. طيب هلأ ممكن المسافة يعني الأمان أو إنه نبعد عن رفقاتنا، نبعد عن اللي بنحبهم، عن جده، عن تيتا، يعني عن ستك وجدك مثلا يا أحمد وكمان رهف، أي حدا بنحبه إذا بدنا نبعد عنه يمكن صعب علينا. يعني نحن دائما متعودين إنه العالم اللي بنحبه بنروح بنأدب عليها، بنبوس إيده لجده، بنبوسه بنضمه حتى. هلأ وقت عم يكون نحن بعاد عنهم ولازم ناخد مسافة أمان، شو بتعملوا وقت بتشوفوا جده مثلا؟ شو بتعملوا وقت بتشوفوا عمه أو حدا قريب منكم؟ شو بتعمل؟ مثل أول يا أحمد بترقد عليه بتضمه وبتبوسه وبتبسله إيده، ولا شو بتعمل؟ بخلي مسافة بيني وبينه. يعني أنت ما بتكون مشتاق له حابب تبوسه وتضمه؟ إيه بس إنه حكي لي أكتر، شرح لي أكتر، إنه أنت بتكون حابه حابب تبوسه وتضمه بس لأنك بتعرف إنه في يمكن لازم لك بحالة كورونا يا أنس ماوي. يعني إيه أنا اسمي ديما يا أحمد، لا تقلي يا أنسي. بحالة الكورونا يا ديما؟ إيه ما بقرب، ما بتقرب عليك يعني بحالة الكورونا ما بقرب يوم. طيب ليش أنت بتخاف على حالك؟ معلش ليش خد منك يعني اشتغلوا؟ بتخاف على حالك أنت تنعدى ولا خاف علي وعلي؟ دخيل عينك. رهف اذا مثلا حدا كتير بتحبيه اجى لعندك، تمام، حدا كتير بتحبيه ما ساكن معك بالبيت، يعني حدا من ما بعرف عمك، مرت عمك، تيتا، جده، خالة، اي حدا بتحبيه ما انا موجود معكم بالبيت، واجى بعد له زمان ما انك شايفتي له شي شهر وانت كتير مشتاقتي له، اول نحن كلياتنا بنرقد على الواحد ونضمه ونبوسه وهالقصص، انت هلا شو عم تعملي؟ بتعملي نفس الشيء؟ من بعد عني. ليش؟ بتعرفي؟ مشان الكورونا. مشان الكورونا بتبعدي عنه مشان ما تنعدي منه. طيب هلا اللي قلنا نحن انه السلام بالايد التغى، صح؟ ما عاد حدا سلم بالايد مشان كورونا. الضمات والبوسات كمان انتهت. لا. يعني ممنوع. ممنوع انه نسلم بايدنا، ممنوع عن مصافحة، ممنوع انه نبوس حدا، ولازم نضل لابسين كمامة، لازم نضل ملتزمين بهي الاجراءات تبع المسافة الاجتماعية. الشيء اللي بدي اسألكم يا انتو بتحسوا انه مثلا متعودين تبوسوا ايد جده، هلأ ما بستوى، بتحسوا شيء بتأنيب الضمير انه في شيء نقص، في شيء تغير، ولا لا عادي؟ ايه عادي. بتكونوا حابين اصلا يعني انه تبوسوه كذا، بس انه ما انتوا مشان تحموه من المرض بتحاولوا ما تقربوا عليه، وهو الكبير اللي معكم بتشوفوا كبار؟ صحيح هذا السؤال اهم، بتشوفوا كبار ما هم ملتزمين باجراءات كورونا؟ يعني كبار عم يقربوا عليكم، كبار ما هم لابسين كمامات، كبار ما عم يغسلوا ايديهم منيح، ما عم يعقموا ايديهم، عم تشوفوا هيك شيء؟ بنصحها ما بقرب يمه، ما بتقرب لجنبهم. رهف عم تشوفي ناس معنا ملتزمة بالكمامة بالمسافة الاجتماعية معي؟ ايه عادي. مرحبا، كيفك رهف؟ قلت لك انا اسمي ديما مو انسة. حبك. انا اسمي ديما. شو اسمي؟
انا عم اقول لك رهف، قلت لك شيء امس رهف، عم اقول لك رهف وانت قولي لي ديما كمان. تمام، اذا لقيتي يا رهوفه حدا كبير ما نو لابس كمامه، ما نو ملتزم، تمام؟ يعني شو بتعملي؟ هو بده يقرب عليكي، شو بتعملي؟ بنصحه وبنصحه يغسل ايديه بماء وصابون وبعد مسافه عنه متر ونص. طب بركي هو صمم وقصر انه لا انا بدي سلم عليك بايدك، بدي صافحك بايدك يا رهف، شو بتعملي؟ بعد عنك وبحط ايدي على صدرك. طيب هلا كنتوا عم تقولوا لي انه اكيد في اماكن غير الاسواق يعني عم يصير فيها تجمعات اطفال، احمد في اماكن غير الاسواق عم تشوف فيها تجمعات وفي اولاد عم يلعبوا مثلا بالحاره، ما بعرف باي مكان عم تشوف هيك في تجمعات اولاد هلا حاليا يعني اولاد؟ بقول لك حاليا لا، لانه شو حبيبي راح صوتك شوي، بقول لك هلا لا ما في غير بالاسواق يعني. تمام، يعني انه ما في تجمعات. طب انت من زمان بجوز متعود انك تروح على نادي او تلعب مع رفقاتك بالحاره او بجوز تروح على المدرسه، هذا الشيء هلا انه ما في مدارس، ما في روح مع رفقاتك، ما في تلعب مع رفقاتك مثلا برا البيت، ما انا مضايقتك شوي؟ متضايق منها؟ زعجتك؟ شو بتعمل لانها زعجتك؟ شو عم تحاول تساوي؟ كيف تسلي حالك؟ مثلاً بحكي معهم على الهاتف. تحكي معهم على الهاتف، يعني أنت فعلياً عم تعمل مسافة أمان بيناتهم، لكن أنت ما عم تقطع علاقاتك الاجتماعية فيهم، يعني دائماً عم تكون قريب منهم وبتعرف أخبارهم، صح؟ نعم. رهف، أنت عم تتضايقي شيء؟ عفواً، أنت عم تتضايقي شيء يا رهف إنه لأنك ما عم تشوفي رفقاتك، لأنك ما عم تلعبي مع صديقاتك؟ انه دائما بالبيت بالبيت او دائما الواحد بعيد عن العالم، عم تتضايقي؟ عم يزعجك هذا الشيء؟ شو؟ ايه عم يزعجك. طيب شو بتعملي؟ شو بتساوي؟ قولي لي. بحكي معهم على الهاتف. كمان بتحكي معهم على الهاتف، يعني انت شايفه انه صح هو مزعج اني بعد انا عن رفقاتي، بس معلش يمكن لحمايتنا جميعا. طيب انا هلا تقريبا قربت انه اختم معكم، وكنت بتمنى تكونوا عم تسمعوني بطريقه اوضح وتكون التقنيات اوضح كتير لحتى ناخذ راحتنا انا وانتو بالحكي. انا كتير مبسوطه انكم كنتوا معي اليوم وكتير استفدت من وجودكم، شكرا كتير لك يا رهف، يا انسه رهف شكرا كتير لوجودك معي. قولي لي عفوا. دخيل قلبك. احمد شكرا كتير لوجود حضرتك معي، استاذ احمد. عفوا، خلي لي اياك يا رب. اذا مستمعينا وصلنا لنهايه فقره لما بيحكوا الصغار، لسه في فقره حكي من القلب، تابعونا بعد الفاصل. ثلاثة كيف سنستعرض المعلومات غير المحكية في كتب التاريخ حول المشيخة عند البدو. لها من حيز خاص بالغ الحساسية لدى البدو، وفضول معرفي يستهوي الكتاب والمؤرخين إلى يومنا هذا. الدنيا تغيرت والظروف تغيرت والبشر تغيرت، يعني ما عاد في مثل أول. حياة البدو رحلة متجددة في مضارب قبائل السوريين والعرب، حصريا على راديو أورينت. صباح الخير عن جديد لكل اللي انضم لنا ببرنامج قطرة التوعية، وصلنا لفقرة حكي من القلب. المسافة الاجتماعية، التباعد الجسدي اللي نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدامه بدل التباعد الاجتماعي، وهذا التركيز على عدم قطع العلاقات الاجتماعية. نحن عم نستخدم اليوم مصطلح المسافة الاجتماعية للحكي عن هذا الموضوع.
هذا الموضوع هو شرط من شروط الوقاية من فيروس كوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد. تطبيق هذا السلوك صعب نوعا ما، لأنه بتطلب مننا فعل وبتطلب من الآخرين كمان فعل. يعني أنا ما فيني التزم بالمسافة الاجتماعية إذا الآخرين مو ملتزمين بالمسافة الاجتماعية. عاداتنا يمكن وأسلوب حياتنا ما بيتفق مع المصطلح، لهيك تطبيقه ممكن يكون صعب شوي. للحديث عن المسافة الاجتماعية وآخر أنشطة منظمة عطاء بهذا الخصوص وتطبيق المسافة الاجتماعية من قبلنا ومن قبل أطفالنا، حيكون ضيفي الأستاذ مصطفى الدج، المدير الميداني لمشروع المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة في جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. أهلا فيك على هوا راديو أورينت. خليني فورا أدخل معك بالموضوع. قديش صعب اليوم ضمن مجال عملكم المنظماتي والإغاثي أنه تشتغلوا ضمن الشروط الصحية على أرض الواقع؟ يعني العمل حاليا الإغاثي كتير صعب لأنه الشروط الصحية صعبة. من خلال تجربتك يعني وموضوعنا اليوم عن المسافة الاجتماعية، قديه من الصعوبة تطبيق المسافة الآمنة على أرض الواقع؟ شو هي الآلية اللي عم تشتغلوا فيها لترسيخ هذا المفهوم وأهميته؟ السلام عليكم بالأول. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. يعافيك. طبعا هذا نحن ضمن مجال عملنا ضمن المخيمات وفي صعوبة كتير أن نطبق هذا الموضوع المسافة الاجتماعية. مع ذلك أنه من خلال طبعا جلسات الطاولة نكون فيها من المخيمات ونحن فريقنا دائما في توعية بشكل دائم أنه لازم يكون في مسافة أمان بيننا وبين المواطنين، خاصة بأمور اللي نحن نشتغل فيها بمجال الإصحاح. ففي صعوبة شوي بس لكن يعني مع التمرين أنه إن شاء الله الحمد لله أنه عم نلاقي في استجابة من قبل العالم أنه نأخذ فيه دائما في مسافات بيننا وبينه إن شاء الله. إن شاء الله. طب الاعتراف بالجائحة بجائحة كورونا وخطورتها زاد بسوريا مع اكتشاف الحالات الإيجابية، بس بلحظة ما مفروض علينا نحن كأفراد إنه نفرض على الآخرين احترام شروط السلامة. يعني كيف نفرض على الآخرين المسافة الاجتماعية؟ ما بعرف أنت بتعرف حضرتك، يعني يمكن الأهل أهلنا إذا ساكنين بغير بيت بعاد عنهم هن من أصعب الشغلات اللي ممكن نطبق عليهم المسافة الاجتماعية. شو بنعمل؟ كيف بنفرض على الآخر الالتزام بالمسافة؟ هلأ نحن ما فينا نفرض على الإنسان، على أي إنسان أنه رأي من آرائنا، بس لكن نحن كمواطنين ضمن هاي الجانحة أنه لازم نحن نعي هذا الموضوع. لذلك كل واحد فينا لازم يكون هو عنصر توعية ينطلق من أسرته يطبق هذا المفهوم على أسرته بالذات. فلما أنا بطبق على أسرتي والشخص الثاني بطبق على أسرته هاي التدابير الوقائية، نلاقي إنه المجتمع كله راح تكون واعي لهذا الموضوع. وأنا سؤالي مو إني أفرض رأيي على غيري، سؤالي إنه غيري ممكن يكون ما أنه ملتزم بهي مسافة الأمان، لكن أنا بدي أقول له التزم مشان على الأقل أحمي حالي. فإنه أنا شو الخطوات اللي بعملها؟ تماما. أنا بالنسبة لي أنا أي خطوة أدار لما بدي أقوم أنا أشوف في إنسان غير واعي لهذا الموضوع، أنا بالنسبة لي راح أكون أخذ مسافة الأمان بيني وبينه. إذا حاول إنه يقرب علي راح أحاول أنا أبتعد عنه، أحاول إنه وعي إنه ما يصير هيك. فلازم يكون في يعني في أي طريقة كانت إنه أنا أحاول، إذا ما هو كان واعي لهذا الموضوع أنا خلي أنا مني من ذاتي إنه يكون أنا وعي لهذا الموضوع، أخذ مسافة أمان، ابتعد عنه، ما أقرب عليه، حاول إنه أنصحه. يعني هاي التدابير الوقائية اللي أنا أقوم فيها. تمام. قصدك التزم بالحد الأدنى من الإجراءات الوقائية، صح؟ عم تسمعني حضرتك؟ تماما. إيه هلا شوي الصوت شوي عم بروح وبيجي. تمام. طب نحن كان معنا الأطفال أحمد ورهاف بالفقرة السابقة وحكينا معهم شوي عن الصعوبات اللي عم يلاقوها بتطبيق المسافة الاجتماعية لحماية حالهم حماية أهلهم. يمكن اللي بدي يقوله أنه هالمرة مطلوب من الطفل يقول للكبير لا ما فيني أنا أعمل هاي الشغلة، ما فيني سلم عليك، ما فيني يعني أحضنك، ما فيني بوسك إذا أهله بيت جده وعمه. إذا الكبار ما نون عم يلتزموا، كيف فينا نوجه الطفل قدر الإمكان للالتزام بالمسافة الاجتماعية؟ كيف بدنا نعلمه؟ هل في أنشطة لهذا الشيء؟ إذا في أنشطة لو سمحت حضرتك تعطينا أمثلة.
هلا بالنسبة نحن كأعضاء في جميع قاطع، نحن هذا دور الأطفال عنا، كون عنا نسبة أطفال كثيرة هون في مجنة في المنطقة المحررة، فحاولنا إنه نستفيد من الأطفال إنه يكونوا هن كفريق توعية، هن يقوموا بهذا الموضوع. فدائما إنه الطفل لما بتحاولي تلقني شغلة راح يحفظها، يحاول إنه دائما يكون هو صلة الوصل، يعني بيكون بين الطفل وبين الطفل آخر أو بين الطفل والكبير. لما الطفل بيقول له لا خليك بعيد عني للكبير، فهون الكبير رح أكيد رح يشوف أنه الأطفال عبتوعى هالموضوع هذا، فأنا كوني مواطن أكبر منه لازم أكون أنا كمان أراعي هذا الموضوع، وحاول أنه أراعي هالموضوع اللي الطفل هو أخذ فيه. كتير حلو هذا. فنحن هون رح من خلال هالموضوع هذا قمنا بنشر، طبعا عملنا لجان الأطفال وتقوم ضمن المخيمات بهالموضوع التوعية، وطلعوا فائدين نتائج انه يعلموا بعضهم هالتدابير الوقائية، انه ما يصير نبتعد عن بعضنا، لا يخلي في مسافة امان، نعقم ايدينا، نحافظ على نظافة الاماكن اللي نحن فيها. مثلا بدل ما نروح نلعب بمحل انه يكون في زحمه بالالعاب او شيء، مثلا بنلعب كره قدم. كره القدم هي عباره عن رمي طابه من شخص الى شخص. تمام، هي من الانشطه يعني هي بدي اعلمها للاطفال. حضرتك تكون بعيد عنا من الانشطه. حضرتك ذكرت كره القدم، معك انا سمعاني حضرتك استاذ مصطفى؟ يلا اجى الصوت. تمام، اذا من الانشطه اللي ذكرت حضرتك هي لعبه كره القدم، وانه التوعيه بالاطفال انه يكونوا هن من المسؤولين اصلا، يعني انا ملخص عم اقول الحكي اللي حضرتك قلته، يكونوا مسؤولين هن جزء من المسؤوليه عليهم لتطبيق المسافه الاجتماعيه الامنه، بالاضافه اني خليهم يعملوا بعض الانشطه اللي هي مثل لعب كره القدم عشان ما يحسوا بعزله اجتماعيه. يمكن في نشاط محدد مذكور بعينه، في لعب، في مثلا الطمينة، هاي نحن هون بلعبوا الأطفال بين بعضهم، هاي كمان ما في داعي إنه يقربوا على بعضهم، فالشخص بروح بتخبى والصغير بيكون موجود، فمن بعيد لبعيد بيشوفه بصيح عليه هيك يعني. طب في أنشطة كتير يخرج واحد إنه للأطفال يعملوها. أوكي، من سمعاني هلأ صح؟ صوتي واضح شوي؟ إيه شوي الصوت. إيه تمام، حكيت لي عن الأنشطة اللي ممكن يعملوها الأطفال اللي هي أصلاً عندها شروط التباعد الاجتماعي. أنا بس عم أسأل إنه في نشاط محدد أنا كأم أو المستمعين اللي عم يسمعونا ينفذوه لحتى يفهموا الأولاد مفهوم فكرة المسافة الاجتماعية، هل في نشاط نحن أنتوا عم تنفذوه على هذا الأساس، ولا هي الأنشطة مجرد إنه شرح يمكن المرض، شرح المسافة؟ الصوت بس الصوت شوي. تفضل. الصوت ما فهمت عليك. ما فهمت سؤالي. الصوت شوي راح. تمام، هيك تمام، صوتي هيك منيح؟ اي تمام، يلا أوكي. بعتذر من المستمعين على هي القصص اللي عم تصير، بس عادي طبيعي دائما بتصير معنا. عم قول في نشاط محدد انا فيني يكون عندي لحتى اشرح لطفلي مفهوم المسافة الاجتماعية، مو خلي يعمل مسافة، اشرح له شو يعني، ليش أنا عم أعمل مسافة اجتماعية؟ في نشاط محدد ولا هي مجرد إنه توعية عامة؟ هلا في أنشطة بس بقولها يعني إنه فيه بشكل توعية عامة، يعني نحن عم نتخذها ومنحاول فريق التوعية إنه يكون يلاقي أي شغلة مثلاً إنه بين الأطفال هناك، مثلاً إنه هاي الشغلة والمفروض شغلة معينة مثلاً بتضر، مثل مثلاً من أقول لك صوبة مثلا انه هاي اضربت عليها انا بدي تحرقني، وصلت انا الفكرة. لازم بل دائما بعيد عنها حتى ما اذي حالي. وصلت الفكرة، اذا هي توعوي انشطة توعوية تعريف بالاطفال وخطورة مرض كورونا. طيب بموضوع يعني ذكرت المخيمات حضرتك، وهو الموضوع يمكن بهاي القصة يعني جدلي صعب احيانا بكون عقيم، نحن بنعرف اصلا انه وضع المخيمات كيف حيكون. بعض المقترحات كانت من بعض الجهات المنظمات لحماية الفئات، إذا بدك الأضعف مثل كبار السن أو المرضى أو شو ما بدك، إنه نعزلهم بمكان لحالهم مشان هن ما يمرضوا، لكن بالمقابل كان في تخوفات إنه لا، لما نعزلهم لحالهم ممكن يمرضوا ويعدوا بعض. بخصوص هاي الفئة، بخصوص هاي الفئات الأضعف اللي لازم نحميها، شو عملتوا أنتوا؟ شو هي الأنشطة اللي بتعملوها؟ هلا بالنسبة لك، بالنسبة فئة كبار العمر أو وذوي الاحتياجات الخاصة، هذا ما فينا نعزلهم.
يعني أشخاص مستحيل إنك تخلي دائما تعزليهم عن الواقع عن المجتمع أو حتى تساوي بيناتهم مسافات. هذول بحاجة لرعاية خاصة. تمام. ممكن يكون في منهم ما بيقدر يتحرك لا معيل إلا إله. إن كان أبوه أو أمه أو ابنه أو عم ممرضة. فنحن قمنا بجلسات توعية للمرافقين لألون اللي مثلا هي فئة معينة يعني موكل للفئات مثلا اللي ما بيقدر يتحرك اللي له مرافق أصدقاء مقدمين رعاية عملتوا جلسات توعية عملنا جلسات توعية للي عبرها ذوي الاحتياجات الخاصة أو الكبير بالسن طبعا هو لما نحن بنعمل توعية لهدول هن بدورهم رح يقوموا بتوعية الإنسان المريض أو ذوي الاحتياج الخاص وبيراعوا كل الأمور الوقائية اللي بتساعده مشان ما ينصاب إن شاء الله. طيب بنفس الموضوع رح أضل بنفس المحور، أنتوا عملتوا توعية لمقدمي الرعاية الصحية سواء للمرضى لكبار السن لذوي الاحتياجات الخاصة حتى للأم وطفلة، يعني الأم وطفلة ما فيها تطبق مفهوم المسافة الاجتماعية، يعني يتنافى هذا الحكي مع الواقع. المقدمي الرعاية الصحية هم تحديدا شو المفروض يعملوا كمان؟ يعني أنا وقت عم قدم رعاية صحية لحدا معناتها أنا بدي أحمي حالي كرمال ما يمرض هذا الشخص اللي معي، شو هي البنود اللي عطيتهم إياها لمقدمي رعاية صحية اللي يطبقوها؟ طبعاً نحن هذا الـ بالنسبة اللي عبر أي إنسان بحاجة إلى رعاية في تدابير وقائية هو رح يكون فيها، لازم يكون دائماً هو لابس الكمامة، يعقم إيديه بشكل دائم، يلبس الكفوف، يحاول دائماً إنه ثيابه تكون نظيفة عشان ما ينقل أي عدوى أو مرض لها الإنسان المريض. منظومة عطاء تحديداً لهدول الأشخاص شو عملت؟ أنا عم أسأل عن نشاطاتكم تحديداً أنتوا كعطاء، كمنظمة عطاء يعني شو عملت بخصوص مقدمي الرعاية الصحية، شو عملت بخصوص كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال الرضع اللي تحت 1000 يوم، شو عملتوا لهدول الفئات؟ طبعا هدول نحن بشكل عام ضمن الشغل اللي قامت فيه منظمة عطاء حاولنا نأمن بشكل عام مغاسل فردية لكل عائلة تكون ضمن الخيمة إلهم، عملنا كتل حمامات إضافية ضمن نفس المجال، عملنا مناهي المي فيها وراعينا فيها مسألة المسافة الاجتماعية، يعني حاولنا بكل جهة تكون حنفية بحيث أنه إذا كان مشان ما يصير فيه تقارب بين الشخص والشخص، وفي نشاطات عدة يعني توعية بفريق التوعية قام فيها بكل المخيمات بهذا الموضوع، وحاولنا نأمن لذوي الاحتياجات الخاصة الأدوية المهمة مشان ما يضطروا أنه يروحوا أو يطلعوا. تقريبا كم مستفيد استفاد يعني عدد المخيمات عدد الافراد من انشطتكم؟ في عندنا شيء حوالي 40 مخيم يعني تقريبا ما يقارب الشيء حوالي 40,000 شخص تقريبا استفاد من هالموضوع هذا. طيب ما بعرف انا بدي اسال حضرتك انه دائما بقولوا بموضوع كورونا صحح لي اذا معلوماتي غلط، رفع المناعه هو بيساهم بالوقاية من المرض، فإذا جزء من الإجراءات والتدابير اللي بدنا نعملها نحن كأفراد عم نرعى أشخاص إنه نرفع مناعتهم، يعني كبار السن الأطفال كذا نرفع مناعتهم سواء عن طريق التغذية أو عن طريق المكملات الغذائية، في هيك فكرة نفذتوها؟ في هيك شيء عم تعملوه ولا مجرد عم تكون لوجستية؟ في مثلا نعم في أنشطة مثل تدليك ورياضة للاحتياجات الخاصة، أنشطة للأطفال بتطويل مناعتهم، بعض الأغذية اللي بتطويل مناعة كمان قمنا بأنه نعطيهم فكرة عنها وكيفية الحفاظ عليها. يعني أنتوا حاطين هذا بالحسبان كمان رفع الجهاز المناعي أصلا والتغذية لحتى نحمي الناس تماما بالإضافة لموضوع التباعد الاجتماعي. طيب يمكن بآخر سؤال تمام. بدي أقوله لحضرتك وما بعرف إذا أنت حابب تحكي أي شيء، لما بنحكي عن سوريا بالعموم بأي مكان كتير خدمات أساسية موجودة، الناس مجبورة إن تروح على هاي المراكز لحتى تجيب، لنفرض ربطة خبز، لحتى تدفع مي، لحتى تجيب مي حتى إذا بدك، شو ننصحهم نحن بالعموم للناس الموجودين بكل سوريا، شو ننصحهم يعملوا لحتى يخففوا الضرر على الأقل؟ يعني
طبعا نحن ضمن سوريا حاليا، نحن هي منطقة بيئة غير آمنة صحيا كون شفتي الحروب اللي صارت وهالمشاكل اللي عم بتصير، وصار في عنا هون بالمنطقة اللي نحن فيها في مناطق مزدحمة كتير. ففي شغلات نحن مجبرين انه نكون بمنطقة مزدحمة مثل مراكز الإيواء، المخيمات، ورش العمل، هي كلها مناطق مزدحمة، يعني هي مجبورين ان نكون فيها. صحيح. مع ذلك في مثلا مو ضروري انا في شغلات يمكن انا كمواطن انه استغني عنها، مثلا ما في داعي انا اطلع مثلا روح على صالة الرياضة مثلا او روح على الاماكن المزدحمة كالسوق، بدل ما انا روح كل العيلة تنزل تروح السوق، لا منكلف شخص واحد مثلا انه انت بتروح بتجيب احتياجات المنزل. ما مثلا في بالنسبة للتعليم كمان احنا وقفنا هون التعليم، وقفنا المدارس، وقفنا الجامعات، ما ضل تعليم انه ليش؟ مع العلم انه نحن في سوريا يعني هذا الشيء الاساسي عندنا هو التعليم، ومع ذلك وقفنا مشان نوقف اي موضوع الكورونا. التجأنا الى التعليم عن بعد ضمن البيوت وضمن المخيمات. فأي ازدحام أنا ما في داعي يروح، ماني مضطر إنه يروح عليه. فمتمنى من الجميع إنه يلتزم هذا الموضوع. مناطق المزدحمة ما في داعي أنا أروح عليها. يعني حتى في أحياناً موضوع دور العبادة خلي يكون في تباعد بيناتنا، يكون في مسافة أمان مشان إذا إنسان مصاب، الكمامة، الكفوف، هاي المواضيع كلها لازم نكون نحن الراعي. يعني إذا ما لك لغيرك مشان ما تنقل العدوى لغيرك. متمنى انه الكل يكون عند حس المسؤوليه يكون عنده ويقوم بهدول التدابير الوقائيه اللي تمنع انتشار كورونا ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ مصطفى في شيء اخير انا ما سالتك عنه وما حكينا عنه حابب حضرتك تقوله؟ والله هو الحمد لله انه ان شاء الله بنتمنى حاليا هون عندنا بالمنطقه انه ان شاء الله الامور بالنسبه لنا ان شاء الله يعني لسه ضمن الامور المسيطرين عليها، ونتمنى انه الكل يكون واعي ويحافظ على هالتدابير الوقائيه، هي الكمامه، الكفوف، يحافظ يخلي دائما في مسافه امان، وان شاء الله انه الله سبحانه وتعالى بيحمينا ان شاء الله. يا رب يحمي الجميع يا رب. وشكرا كثير لوجودك الاستاذ مصطفى الدج المدير الميداني لمشروع المياه والاصحاح والنهوض بالنظافه في جمعيه عطاء للاغاثه الانسانيه. شكرا كثير لوقتك. اهلين، سلامات يا هلا. اهلا وسهلا. وصلنا لنهاية فقرة حكي من القلب مستمعينا، انطرونا بعد شوي بفقرة الموضوع مو مسحة. الشعر الذي شكل ذائقتنا على مر قرون طويلة، وكان ديوان العرب ومبعث فخرهم وعنوان نبوغهم في اللغة والأدب. كان الحصر القيرواني شاعرا ضريرا، وقد كان لإصابته بالعمى أثر كبير على أحاسيسه ومشاعره. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا. لآلئ في بحور الشعر، حكاية الشعر والشعراء في ديوان الشعر العربي، حصريا على راديو أورينت. صباح الخير عن جديد. وصلنا لدقائق الأخيرة ببرنامج قطر التوعية. اليوم حلقتنا كانت عن المسافة الاجتماعية. طبعا الموضوع مو مزحة، يعني تعليمات الوقاية من كورونا تيجي مجموعة، تيجي حزمة، تيجي باكج، يعني ما فيني أعمل شغلة وأترك شغلة تانية، لازم الالتزام بكل شيء. ما معنى أني أنا عم أعمل مسافة اجتماعية، عم أعمل مسافة أمان، أني ما ألبس كمامة مثلا. المسافة الآمنة هي الحفاظ على مسافة
أو مساحة بين الأشخاص للمساعدة على منع انتشار المرض. طبعا هذا بيقلل من خطر العدوى، ولازم بعد عن الآخرين تقريبا مسافة متر ونص على الأقل، وبعدها نحافظ على هذا التباعد ونحافظ على هاي المسافة كأمر مهم جدا، حتى لو أنت ما كنت مريض. يعني تلتزم بالمسافة الاجتماعية بغض النظر عن أنك أنت مريض أو معافى. طبعا بقية الإجراءات الثانية اللي عم نتبعها طوال هاي الشهور بفترة فيروس كورونا هي البقاء بالمنزل قدر الإمكان، عدم الذهاب للأماكن العامة والتجمعات إلا للضرورة، نقلل من الاتصال بأي شخص ما بيعيش معنا بنفس المنزل، حتى لو كانوا أصدقاء، حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كانوا من أفراد العائلة الآخرين. هذا الشيء لحمايتهم ولحمايتنا كمان. نحنا ما ننسى أبدا الملاحظة اللي منشدد عليها ومنكررها واللي أكيد أنتم عم تعملوها، إنه غسل إيدك بشكل متكرر دائما، وحافظ على مدة 20 ثانية لحتى تنظف إيديك من الفيروس لحتى تضمن وقاية حالك. وما تنسى كمان استخدام المعقم، ما ننسى استخدام الكحول لتعقيم إيدينا في حال عدم توفر المياه. المسافة الاجتماعية التأكيد أخيرا، يعني هذا الشيء بنقوله، التأكيد على الحفاظ على المسافة الجسدية. يعني دائما نحن عم نقول بمسافة اجتماعية يكون الأجسام هي المتباعدة، لكن بالأوقات العصيبة اللي مثل هاي بتزداد أهمية الحفاظ على تواصل اجتماعي، على تواصل عاطفي مع الأصدقاء مع الأهل. نحن بحاجة هذا الدعم، إذا فينا نسميه دعم نفسي، دعم من أصدقائنا ومن أقاربنا. إذا نحافظ على المسافة الاجتماعية واللي هي بتشمل إذا حطينا بين قوسين التباعد الجسدي، لكن نظل محافظين على علاقتنا الاجتماعية مع المنحبون ولو من بعيد لبعيد. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، تحيات فريق العمل، مني أنا ديما ومن ملهم، ضلوا بخير. احنا فريق اطفال من سوريا، بنحب بلدنا واهلنا، وبدنا نساعد الناس لنوقف انتشار كورونا. خليكم معنا، شوفوا فريقنا كيف عم يكافح كورونا. وسأدرس درسي مجتهدة. حياكم ربي.